في 28 شهر أبريل 1937 في العراق وفي قرية تسمى العوجة، وهي قرية قريبة من مدينة تكريت بحوالي 23 كيلومتر، ولد طفل لزوجين فقيرين يعملان في الزراعة، وهم الأم صبحة طلفاح والأب حسين المجيد. سمي هذا المولود الجديد باسم صدام حسين المجيد، وهو الذي سيتحول فيما بعد إلى أشهر رئيس للعراق وواحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في العالم، وما زالت قصته المثيرة تثير النقاشات إلى يومنا هذا. معاناة صدام حسين الذي أتى إلى هذا العالم القاسي حديثا بدأت بعد 3 أشهر فقط من ولادته، حيث توفي والده وأصبح يتيم الأب. لم تلبث أمه أن تشفى من هول الصدمة حتى جاءتها صدمة ثانية، وهي وفاة ابنها البكر وشقيق صدام الأكبر بمرض السرطان. عاش صدام حسين وأمه في فقر مدقع داخل كوخ من الطين بقرية بدائية لا تعرف لا كهرباء أو حتى الطرق والمدارس. بعد وفاة السندين اضطرت الأم للزواج من رجل جديد يدعى إبراهيم الحسن، الذي كان يعمل حارس أو بواب مدرسة في تكريت، فانتقل هو أيضا للعيش مع زوج أمه في مسكن واحد. وحسب ما ورد في كتاب رحلة صدام حسين نهاية أم الخلود، فإن زوج أمه كان يعامله معاملة قاسية وكان يراه غير قادر على الدراسة ولن ينجح فيها أبدا، فأجبر صدام على العمل في الزراعة والرعي وبعد ذلك كبائع بالطيخ في القطار. ورغم الفقر المدقع إلا أن أمه أنجبت لصدام 3 أخوة من زوجها الثاني، وهما برزان وطبان وسبعاوي، ليعيش صدام وأمه وزوجها وإخوانه الغير الأشقاء في كوخ متهاون مكون من غرفة واحدة. استمرت مآسي صدام حتى وهو في 11 من عمره، حين قرر الذهاب للعيش مع خاله وهو خير الله طلفاح، والذي كان يعيش في مدينة تكريت بالقرب من العاصمة بغداد. خاله كان يشتغل كضابط في الجيش العراقي، حيث كان العراق آنذاك تحت الحكم الملكي. كان خاله معروف بتعصبه الشديد للقومية العربية، وكان معجب بأفكار القوميين السوفيات والنازيين. تحت رعاية خاله انتقل صدام من الصبي الذي لا يفهم إلا الزراعة والرعي إلى الشاب الطموح المهتم بالتحصيل العلمي والذهاب إلى المدرسة، فالتحق بالمدرسة الابتدائية سنة 1955 وهو في سن 18 سنة، ثم التحق بالثانوية، ثم بعد تخرجه أراد الالتحاق بالكلية العسكرية، لكن علاماته المتدنية لم تسمح له بذلك. وعلى عكس زوج أمه القاسي، اعتبر الخال ابن أخته صدام طفلا قويا وطموحا، وقدم له كل الدعم اللازم. ولا عمه الشديد بالقومية العربية وكرهه الشديد للأنظمة الملكية أشعل نار الحماس في قلب صدام حسين، الشيء الذي أثر بشكل مباشر على تكوين شخصيته ليتمكن من الانضمام إلى حزب البعث المعارض في سنة 1956. في الخمسينيات كانت أغلب الدول العربية يحكمها عسكريين يحكمون بلادهم بقبضة من حديد والنار، ويغلب عليهم الحس القومي الثوري الاشتراكي، وهو الخطاب السائد في ذلك الوقت والذي كان يستعمل لتحريك عواطف الشعوب وتخديرهم. الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر كان بمثابة الأب الروحي لهذه العقيدة، بالإضافة إلى أنه كان يكره كره شديد الأنظمة الملكية ويدعم جميع العملية الانقلابية على ملوك الدول العربية، منها من نجح بالفعل مثل العراق وليبيا وأيضا مصر وتونس، ومنها من لم تنجح مثل انقلاب الصخيرات في المغرب، حيث كان الحسن الثاني ملك المغرب آخر الملوك الذين كانوا يطمحون لإسقاطه، والذي روي أنه كان من تدبير جمال عبد الناصر في مصر وهو وارب مدين في الجزائر. وكملاحظة، الحلقة القادمة ستكون عن انقلاب الصخيرات في المغرب وكيف لقب الحسن الثاني الملك المغربي بالملك ذو 7 أرواح. لم يجد صدام حسين شيئا أفضل منه ليكون مصدر إلهام ونموذج يحتذى به، لذلك انضم إلى حزب البعث، وبعدها نشط صدام حسين في جميع المظاهرات التي حدثت في العراق سنة 1958، والتي أتت بعد أن نجحت مجموعة من ضباط الجيش بقيادة عبد الكريم قاسم في الإطاحة بالملك فيصل الثاني بقصر الرحاب الملكي بالعاصمة بغداد، وإبادة جميع أفراد العائلة الملكية بطريقة بشعة ووحشية ودموية، ثم سيطرته على الحكم وإعلان العراق جمهورية. بدأ صدام حسين في التدرج شيئا فشيئا في المناصب في حزب البعث، وذلك بسبب مجهوداته التي أوصلت زعيم حزبه أحمد حسن البكر إلى العرش، وذلك بعد أن انقلب على عبد الكريم قاسم، حتى تم تعيين صدام حسين وهو في 32 عام نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وأيضا مسؤول الأمن الداخلي ونائب رئيس الدولة العراقية. بقي ل10 سنوات يبني خلالها جهازا أمنيا استخباراتيا كبيرا، والذي عرف بجهاز حنين، الشيء الذي مكنه من بسط
بسط نفوذه في كل مكان في العراق، فاستغل هذا المنصب أيضا لتعيين أفراد من عشيرته وعائلته في مناصب مهمة لتقوية وتعزيز نفوذه داخل الدولة. سنة 1979، وبعد أن اطمأن صدام أن كل الأمور تحت سيطرته، طلب من الرئيس أحمد حسن البكر أن يستقيل ليحل محله في الرئاسة، وهو الذي لم يحاول رئيس البلاد معارضته لأنه كان يعلم أن القوة كلها بيد صدام حسين. وبالفعل اعتلى صدام حسين كرسي الرئاسة في العراق، ولم يمضي بضعة أيام فقط على ذلك حتى دعا لمؤتمر شامل لأعضاء حزب البعث، تحدث فيه عن مؤامرة دبرها البعض ضد الحزب، وقرأ صدام حسين بنفسه أسماء بعض أعضاء الحزب ممن يخططون للانقلاب عليه بدعم من سوريا، ليتم اقتيادهم إلى خارج القاعة، حيث تم إعدام قرابة 450 من قادة الجيش، وتمت إذاعة هذا المشهد على التلفزيون من قاعة الخلد ببغداد، ما اعتبر بداية التخويف العلني من صدام لرفاقه قبل خصومه، ومحاولته لتطهير الساحة من أي منافس قد يضع عينيه على كرسي الحكم. بعد الانتهاء من تصفية منافسيه، بدأ صدام حسين في الاشتغال على تنمية البلاد وتطوير استخراج الثورة النفطية في العراق، والتي كانت تعتبر من بين 4 أكبر احتياطات نفطية في العالم، الأمر الذي خوله لبدء عدة مشروعات تنموية، من أبرزها تطوير البنيات التحتية، والتي بالمناسبة ما زالت موجودة في العراق إلى يومنا هذا، وأيضا عمل على زيادة الدخل الفردي للمواطن العراقي، وإرسال الطلبة والنخب للدراسة في الخارج، وأيضا طور صدام حسين العملة العراقية الدينار العراقي. فهل تعلم صديقي بأن الدينار العراقي سنة 1973 كان يعادل 3 دولارات أمريكية؟ أما أشهر وأضخم مشروع قام به على الإطلاق هو تعليم القراءة والكتابة لجميع العراقيين ولجميع الفئات العمرية، حيث فرض صدام حسين عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا لمن لا يحضر دروس محو الأمية. وكان من آثار هذا المشروع تعلم مئات الآلاف الرجال والنساء والأطفال القراءة والكتابة في العراق. الشيء الآخر الذي ما زال العراقيون يعترفون به إلى اليوم هو أن صدام حسين خلق توازن كبير بين المكونين السني والشيعي في دواليب الحكم، ولم يستثني طائفة أو عرق معين على حساب الآخر، الشيء الذي أعطى للبلاد استقرارا ناجحا لحد ما، رغم استمرار المراجع الشيعية الموالية لإيران في أعدائه. كان طموح صدام حسين هو أن يجعل من العراق دولة قوية في المنطقة، أن يكون للعراق دور ريادي في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون دولة تخلق التوازنات في العالم. بدأها بتوقيع اتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي لترسل له أسلحة متطورة وآلاف من الخبراء، حيث أنه كان يفكر في بناء مفاعل نووي عراقي، لكن السوفيت تماطلوا عن الأمر. هذا ما جعله يفكر في زيارة فرنسا ليوقع معهم اتفاقية تصنيع أو بناء أول مفاعل نووي عراقي، والذي أسماه الفرنسيون أوسيراك، بينما أسماه العراق تموز 1. لكن المشروع لم ينجح، حيث تم تدمير هذا المفاعل النووي بعد عدة سنوات بضربة جوية إسرائيلية. ما إن اندلعت الثورة بإيران عام 1979 ونجاح نظام الخميني بالإطاحة بالنظام الشاه، حتى تحسس صدام خطر إيران ونواياها لتصدير الثورة للعراق، خاصة وأن الخميني كان يكره صدام حسين كرها شديدا، ليقرر أن يبدأ هو ويبادر بالحرب ضد إيران، وهي ما زالت فتية وفي حالة ضعف ولم تشفى بعد من تبعات الثورة وحالة الفوضى. لذلك ظن صدام في البداية أن هذه الحرب ستنتهي بسرعة بسبب قوته العسكرية، لكنها للأسف استمرت ل8 سنوات كاملة، قتل خلالها أكثر من 1,000,000 شخص من الجانبين، كما قدرت الخسائر المباشرة والغير مباشرة ب$800 مليار، ليخرج العراق من الحرب منتصرا عسكريا لكن باقتصاد منهار ومتهالك، وآثار الدمار كانت في كل مكان وديون لا يمكن سدادها. علاقة صدام حسين مع أمريكا في تلك الفترة كانت مثل السمن على العسل، لذلك قامت إدارتي الرئيس ريغان وبوش الأب بتزويده بمختلف الأسلحة الأمريكية خلال حربه على إيران، ووافقت أمريكا على دعم العراق استخباراتيا ولوجستيكيا، ظنا منهم أنه يمكنه أن يطيح بنظام الخميني بالنيابة عنهم. ولكن مع انتهاء الحرب ثارت الإشكالات بين صدام وجيرانه بالخليج على خلفية الديون التي قدمتها الدول الخليجية لصدام أثناء حربه. صدام حسين كان يرى وكان يقول بأنه يحمي دول الخليج من المد الإيراني، لذلك طلبهم بتقليص تلك الديون أو إلغائها بالكامل. طبعا هذا الأمر قوبل بالرفض من دول الخليج، على عكس الكويت التي طلب منها صدام حسين تقديم الأموال له لحمايتها
من المد الإيراني. هنا بدأت تتطور وتتفاقم المشاكل والصراعات بين العراق وبين دول الخليج وبالتحديد الكويت. كان صدام حسين يرى في الكويت فرصة ذهبية لحل جميع مشاكله المالية من خلال آبار النفط الموجودة في الأراضي الكويتية، واستغل وجود مشاكل حدودية عميقة بين البلدين وأيضا مشكل استغلال آبار نفطية مشتركة، وهدد بغزو الكويت عسكريا. ومن هناك بدأت خطيئة صدام حسين التي ستؤدي إلى نهايته. لم تفلح محاولات دول عربية التوسط لحل الخلافات، وما شجع صدام حسين في غزو الكويت هو تطمينات أمريكية، حيث قالوا له بأنها لن تتدخل في حل الخلاف بينه وبين الكويت، الشيء الذي اعتبره صدام بمثابة ضوء أخضر لعملية الغزو. لكن صدام حسين لم يدرك بأنه قد سقط للتو في فخ الثعلب الماكر. بدأ صدام حسين في غزو الكويت في الثاني من غشت 1990، حيث تطلب الأمر من القوات العراقية التي كانت إعدادها 100,000 جندي 6 ساعات لاحتلال الكويت، والتي كانت إعداد جنودها أنذاك 17,000 جندي. المعروف أن مساحة الكويت صغيرة جدا بالمقارنة مع مساحة العراق، حيث تبلغ مساحة العراق حوالي 440,000 كيلومتر مربع، أما الكويت فتبلغ مساحتها حوالي 17,820 كيلومتر مربع. لذلك لم يكن الأمر صعبا بالنسبة لجيش العراق. لكن لم يكتفي صدام بهذا الأمر، بل استمر زحف الجيش العراقي ليدخل بضع كيلومترات داخل الحدود السعودية، في وقت رفض صدام نصائح معظم دول العالم له بالانسحاب سلميا من الكويت، لتأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وتشكل تحالف دولي ب38 دولة تمهيدا لإخراجه بالقوة. وبالفعل نجحت في ذلك بعد سلسلة من العمليات العسكرية عرفت باسم عاصفة الصحراء، ما أجبر الجيش العراقي على الانسحاب والعودة إلى العراق، حيث قام الجيش الأمريكي بتنفيذ مذبحة بالجيش العراقي أثناء انسحابه، أعقبها اتخاذ مجلس الأمن قرارات تشمل فرض حصار اقتصادي على العراق وتدمير الترسانة العسكرية للعراق وضمان عدم تطويرها في المستقبل. بينما أضافت الولايات المتحدة إلى هذه الإجراءات إذ جعلت منطقتين في الشمال ذات الأغلبية الكردية والجنوب ذات الأغلبية الشيعية منطقتي حضر جوي بسبب الخسائر الفادحة بعد حرب إيران وتدمير العراق والهزيمة المدوية. اندلعت العديد من المظاهرات في المناطق الكردية والشيعية، وكان واضح للجميع أن لأمريكا يد في هذا الأمر. كانت هذه المظاهرات تطالب بإسقاط نظام صدام حسين، ورغم الحصار والتضييق على صدام حسين إلا أنه تمكن من قمع هذه المظاهرات. في ذلك الوقت عانى العراقيون من أقصى الظروف، عانوا من الفقر والعوز أثناء الحصار، وكانت الكثير من المواد الغذائية الأساسية وأيضا المستلزمات الطبية ناقصة وشحيحة في السوق. لم يصل 20 مارس 2003 حتى غزت أمريكا وبريطانيا العراق واحتلته، لتطلق قوات التحالف حملات مكثفة للقبض على صدام حسين، والذي ظلت أخباره مجهولة في الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام بالرغم من اعتقال عدة أفراد من نظامه السابق. لكن الحملات الحثيثة للعثور عليه باءت بالفشل، وبعد نحو شهرين من مقتل أبنائه عدي وقصي أثناء اشتباك عنيف مع القوات الأمريكية في الموصل، أعلن نجاح العملية الأمريكية والقبض على صدام حسين في مساء 6 من شهر ديسمبر 2003، وذلك بعد أن أبلغ عنه أحد الأشخاص الموجودين في المنطقة. خلال هذه العملية العسكرية أرادت القوات الأمريكية أن تحطم أسطورة الثوري صدام حسين وتشويه صورته في أعين مناصريه ومن كانوا ينظرون إليه على أنه أسد العرب وبطل حقيقي في وجه الطغيان. أرادت تحطيم هذه الصورة وإظهاره بمظهر الذليل، وأنه كان يختبئ طوال هذه المدة في حفرة تحت الأرض بمزرعة قرب تكريت. لكن الحقيقة وحسب العديد من المصادر والشهود وبعض الجنود الأمريكيين الذين كانوا مشاركين في العملية والذين تقاعدوا فيما بعد، أكدوا أن صدام حسين كان في منزل وسلم نفسه بدون أي مقاومة ولم يكن في حفرة أبدا. لكن أفراد الجيش الأمريكي أرادوا تصويره بتلك الصورة المذلة عن عمد. ظل صدام حسين محتجزا في زنزانة مساحتها 1.8 متر على 2.4 متر بها سرير ومنضدة وكرسيان من البلاستيك وحوضان للاغتسال. وبحسب ممرضي وحراس الزنزانة كان يحتفظ بفتات الخبز من طعامه، وعندما يخرج من الزنزانة يطعم الطيور، كما كان يسقي الزرع في حديقة سجنه ويشرب القهوة ويدخن السيجار ليتمكن من تخفيض ضغط دمه. وأكثر ما لفت انتباه سجاني وممرضي صدام حسين في شهاداتهم هو عدم تمرده وشكواه وتعامله الحسن، ولم يتحدث يوما عن الموت ولم يظهر أي تحسر على حاله، بل على العكس كان دائما مرتاح ودائما يبتسم. أما في قاعة المحكمة التي كانت معروفة للجميع أنها محاكمة صورية والتي كانت تحت إدارة ومراقبة الاحتلال الأمريكي طبعا، فكان صدام حسين يظهر قويا واثقا معظم الأحيان كما يظهر في جميع الفيديوهات على
الانترنت والتي ما زالت منتشرة لليوم، وظل يرفض شرعية المحكمة ويرفض التعاون معها حتى تم تغيير القاضي 3 مرات. حكم وعدد آخر من أعوانه بتهم الإبادة الجماعية راح ضحيتها الآلاف من الأكراد والشيعة، وبعد 3 سنوات من الاعتقال وفي 5 نوفمبر عام 2006 حكم على صدام حسين بالإعدام شنقا حتى الموت بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. صدام وأثناء النطق بالحكم لم يتفاجأ طبعا، لأن الحكم تحت سلطة الاحتلال معروفة، فقد كان هذا الحكم بلسان أمريكا. لذلك طالب صدام حسين إعدامه رميا بالرصاص بدلا من الشنق، لكن لم توافق المحكمة على طلبه وأبت إلا وأن ينفذ الحكم إعدام فيه شنقا فجر 30 من شهر ديسمبر 2006، وكان أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يوم مقدس لكل المسلمين في العالم، وهو ما لم تهضمه العديد من الشعوب العربية والإسلامية، والتي كانت ترى في هذا الأمر إذلالا واضحا وتسييسا خبيثا لشعائر عظيمة من شعائر الإسلام. الآن أنا أعرف أن الكثير منكم يريدون معرفة رأيي الشخصي في هذه القصة، وخصوصا أنني لم أتكلم أبدا عن صدام حسين منذ بدايتي في اليوتيوب، لكن نشرت لكم حلقة كاملة عن العراق أتمنى منكم أن تشاهدوها. أنا كيوسف كشاب مغربي، حين كنت طفل صغير وكنا نلعب مع بعضنا البعض في الحي، حين كنا نريد أن نسخر من شخص يدعي الذكاء نقول له واش كيسحب لك راسك أينشتاين، وحين كنا نريد أن نسخر من ثقل دم أي شخص ونكته التي لا تضحك نقول له واش كيسحب لك راسك شارلي شابلان، وحين كنا نريد أن نسخر من شخص يدعي القوة كنا نقول له واش كيجيب لك الله راسك صدام. كان الجميع يعرف اسم صدام حسين، الكبير والصغير والعجوز، حتى المتعلم والأم. كان اسم صدام حسين والعراق يصدح في كل الدول، وحتى لو قلت عنه ديكتاتور فقد تمكن من بصم اسمه في عقول أجيال وأجيال، والدليل أن الحديث عنه ما زال مستمرا إلى اليوم، في حين أن رؤساء ماتوا قبله وبعده وطمسهم التاريخ ولم يعد أي أحد يتكلم عنهم، مثل رئيس اليمن صالح والرئيس مبارك ورئيس تونس زين الدين العابدين. فقد كان للمواطن العراقي في كل مكان قيمة بين الشعوب، وكان اسم العراق يصيب الناس بالخوف، وهذا ليس كلام إنشائي بل كلام واقعي يثبته الجميع. لا أحد ينكر أنه كان ديكتاتور حكم العراق بالحديد والنار، ولكن لم يثبت عنه إطلاقا أنه باع وطنه لأي عدو خارجي، ولم يسرق مقدرات بلده ويضعها في بنوك أجنبية. فتخيل معي أن البنية التحتية الموجودة في العراق الآن ما زالت قائمة منذ عهده ولم يتم تطويرها إطلاقا، والجميع يعترف بأن العراق الحديث نهض في عهد صدام حسين. لم تكن هناك حرب طائفية، ولم يكن هناك داعش، ولم يكن هناك لصوص يسرقون المال العام ويضعونه في البنوك السويسرية. لم يكن المواطن العراقي يهان من قبل الألماني أو الفرنسي أو السويدي ويقال له أنت مجرد لاجئ في بلدنا. العراق في السنوات الأخيرة صنف كأكثر الدول فسادا في العالم، بعدما كان من أقل الدول فسادا في العالم، وهذا ما جعل الذين كانوا ألذ أعدائه في الماضي وكانوا فرحين وسعداء بسقوطه وإعدامه هم الآن يتحسرون ويلطمون على الماضي، وكما يقال البكاء على الأطلال، لكن هذا ما يسمى البكاء بعد فوات الأوان. صدام حسين لم يكن حاكما مثاليا، هذا نتفق عليه جميعا، ولكن لم يكن يستحق الموت بتلك الطريقة مذلة، لأنه في الحقيقة ليست مذلة في شخصه بقدر ما هي مذلة لكل العراقيين والمسلمين في العالم، لأنه تم إعدامه في صبيحة يوم عيد الأضحى، وتوقيت هذا الإعدام فيه رسالة واضحة جدا. اكتبوا لي تعليقاتكم وانتقاداتكم أسفل الفيديو، وأريد منكم أن تشاركوني آراءكم، لأني أريد فعلا فعلا أن أقرأ آراءكم. Thank you.